نناقش هذا الملف مع ضيفنا من الدوحة الأستاذ علي صبري الباحث المختص بقطاع السياحة والسفر. أنتقل بذلك إلى ضيفي في الدوحة سيد علي صبري الخبير السياحي. ينضم إلينا في استوديوهاتنا سيد علي صبري الخبير في قطاع السفر والسياحة. لازم نستعين برأي الخبراء. معنا في الاستوديو السيد علي صبري وهو خبير في مجال السياحة. صباح الخير. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الدوحة سيد علي صبري خبير في قطاع السياحة والسفر. أهلا بك سيد علي. هذا الملف مع ضيفنا من الدوحة الخبير في شؤون السياحة والسفر الأستاذ علي صبري. رحب بالسيد علي صبري الخبير في قطاع السياحة الدولية. ضيف هذه الفقرة السيد علي صبري الخبير في مجال السياحة والذي ينضم إلينا من الدوحة.